بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في هذا اللقاء اقدم لكم برنامج معيه الثقلين حيث نستضيف ونحن في رحاب سماحه ايه الله الشيخ محمد سند الباحث الاسلامي والمحقق والاستاذ في الحوزه العلميه. سماحه الشيخ بدايه ارحب بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سماحه الشيخ كنا قد سالناكم في الحلقات السابقه عن التلازم بين القران والعتره حيث ان هناك من يفصل بينهما على اساس ان القران يكفي وحده للمعرفه لانه كمل فيه كل شيء. ولا حاجه لنا بناء على ذلك الى الروايات لكن سماحتكم تفضلتم ان النبي وبموجب حديث الثقلين قد فند هذه المزاعم بل ونصوص القران احسنتم ونصوص القران التي اسس لها اعداء اهل البيت من بني اميه وبني العباس فضلا عن ان القران تفضلتم انه يحتاج الى معلم ويعلمكم الكتابه والحكمه لان فيه التنزيل وفيه التأويل ولا يمكن لعامة الناس أن يفسروا القرآن لأنه في كتاب مكنون لا يمسه بمفرده, بمفرده عن الراسخين في أحسنتم العالم. ثم تفضلتم أن القرآن تنزل وتبسط للبشرية ليفهموه وإلا الواقع أن القرآن أوسع من هذا لأن القرآن لو كانت الأشجار أقلام والبحار ما نفذت كلمات ما نفذت الله كلمات والله. من هنا اليوم هذا ما تحدثنا عنه سابقا اما اليوم فالحديث سماحه الشيخ سيكون حول الموروث الشيعي الروائي لأتباع مذهب الإمامية حيث يدعي البعض من الحداثويين أن هذه الروايات مدسوس فيها وأنها مرسومة من قبل كعب الأحبار أو من اليهودية والنصرانية والمجوسية وهناك اتهام كبير لكتب الشيعة وكتب الروايات وخاصة كتاب تفسير القمي على أنه مدسوس فيه ومزور وفيه من الغلو والاختلاق ما شاء الله ولذلك لا بد من العمل على تصحيح التراث وتنقيته ما هو تعليقكم على ذلك هل يجوز لنا وصف هذه الكتب بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين في الحقيقة الكتاب العزيز والحديث الشريف للنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم بنيان وذكر يقصر عن ان يتناوشه شيطنه المحرفين صحيح وتحريف المبطلين لانه الوحي سواء في الكتاب او في الحديث فيه بنيان منظومي من المحكمات والأسس شموخها وعلوها لا يقدر عقل البشر او الجن او الشيطان او اليهود او حدثويين او ماديين او وهابيين او سلفيين او محرفين او مبطلين او اي على حال ذوي اتجاه ونزعه لا يستطيعون أن يطير عقلهم أو فكرهم إلى علو هذا النظام وهذه المنظومة كي يزعزعوا فيها شيء ولعل سر بل هو سر التحدي والإعجاز في القرآن الكريم وفي وحي الحديث أيضا كذلك عن أن يستطيع المحرفين سواء من متفلسفين أو متصونفين أو متصوفين أو متوهبين أو متسلسفين أو على حال منتسبين الحداثويات أو لأي ملة ونحلة زائغة ومنحرفة لا يستطيعون زعزعة أسس بنيان الوحي لا يستطيعون لماذا؟ لأن القصور في الذهن البشري عن يعني ان يطير الى مثل هذا النظم والنظام والمنظومه الموجوده هذا هو تحدي القران الكريم ان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثل سوره واحده كيف يعني التحدي ليس من جانب البلاغي فقط بل اعظم من الجانب البلاغي جانب منظومة المعارف وبنود القوانين المو واسسها الموجودة في الكتاب والحديث هذه لا يستطيع كعيب الأحبار تيم الداري سلام فلان علان بلان لا يستطيع حداثوي لا يستطيع سلفي لا يستطيع هذه في الحقيقة الذي يتحير في هذا الشيء ليست الحيرة في نفس التراث الحديثي الحيرة في قصور هذا الباحث التلبد والالتباس ليس في الحقيقه في التراث الحديثي مم. التلبس والالتباس والحيره والتلبد مم. والتخليط في قصور العلم لهذا الباحث يعني الباحث لا يرتقي الى مستوى الحديث نعم آه. الباحث ليس لديه فقه ولا فهم ولا احاطه بمنظومه نظام الكتاب والسنه كتاب الحديث صحيح قصوره مم. تلبده حيرته مم. يزلقه صحيح فهذا في الحقيقه عندما يعبر التعابير هو يعني الشريحه التي تعبر بهالتعابير او سواء كانت كانت منتسبه الى الحوزات العلميه او غير منتسبه الى الحوزات العلميه في الحقيقه هذا يعكس عن القصور والضعف العلمي الموجود في نفس هذا القائل صحيح في نفس هؤلاء القائلين وليس هذا تحاملا، لا هذه في الحقيقة صورة جايين نلحظها <applause> ان ان الكتاب والحديث في الحقيقة له صرح عظيم غاية الأمر القاصر في البحث ليس لديه المام افترض في الفقه، ليس لديه المام في, الم... في العقائد، افرض العقائد العقائد لها م... لها قراءات متعددة، لها مدارس متعددة، مشارب متعددة، ربما هو عكف على فسيفساء متفلسفين او متصوفين هي حتى الفلسفه مدارس والتصوف مدارس والعرفان مدارس مثلاً وضد من هم مدارس اخرى نعم في تنافس او نقد علمي لاذع مع الفلسفه والعرفان او من المدارس الكلاميه او من المدارس التفسيريه مدارس كثيره افاق كثيره نعم هؤلاء الضعف علما مم. تتلبد لديهم الصورة ونعذرهم في ذلك صحيح. لأنه الإحاطة أبوابا بأبواب الفقه بأبواب المعارف والعقائد والتفسير والقواعد وأصول الفقه مم. يحتاج إلى يحتاج أجيال مم. أو يحتاج الإنسان في تربيته إلى دؤب كبير صحيح. ونظم في كيفيه التحصيل العلمي اما اذا لم يطوي تحصيل علمي بشكل مطلوب شيء طبيعي احيانا تبقى الصوره بالنسبه اليه متلبده متلبده صحيح طبعا شيء طبيعي مم. كيف عام, عام عام عوام الناس <applause> مثلا آه 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 تبهم لديهم صوره طبقات كثيره من معلومات الكتاب والحديث والعلوم الدينيه لابد ان يرجعولها متخصصين مم. هؤلاء المتشدقون بهذه الكلمات لم يلاقوا أستذة قوية تربيهم أو لم يتنفتحوا على آفاق مدارس متعددة في الحوزات العلمية كي تنشئ منهم بنيان رصين فمن ثم يطلقون مثل هذه الكلمات بالدقة إذا نراجع هم اصطلاحات هذه العلوم لا يعوها لا يفقهوها، وليس هذا تعصبا وتحاملا عليهم في الحقيقة. مثلا لا يميزون بين صحة الكتاب وصحة الحديث. ثم صحة الحديث من جهة الصدور وصحة الحديث من جهة المتن. وكم هي الموازنة كم هي الموازنة في الحجية بين صحة الطريق، صحة الصدور وصحة المتن. إذا كان متكلما في فضائية في فضائيا من فضائيات وفضائيات سواء منتسبا لهذا الحوزة العلمية أو غير لا يعي أن صحة الحديث مدارها فقط صحة الطريق أو صحة المتن وفرقها عن صحة الكتاب ويقول النسبة معوية كبيرة مثلا من كتاب عظيم من كتب الحديث الشيعية كذا كذا يطلق هو أوليات علم الحديث علم الدراية علم الرجال علم أصول الفقه لم يهضمها بالله عليك هذا كيف يسمح لنفسه يسمح لنفسه أن يعطي نتائج هو لم يفهم بدائيات أبجديات هذه الاصطلاحات صحيح كارثة واقعاً كارثة الكارثة ليس في التراث الكارثة فيها في نعم هذا في الشخص القصور في فهم الشخص. نعم في في هذا القصور الذي هو يتسنم ويتصدى إلى موقعية ليس هو أهل لها من جهة الإحاطة العلمية قحط الرجال عندنا في هذا العصر كيف يعني؟ واقعا الازمه والمصيبه في هذا الجانب الازمه والمصيبه في هذا الجانب ان كانما نعم يعني الذي يتصدى ويزعق زعاق ونعاق في فضائيات او في غيرها على اناس غير مؤهلين لا يلمون بي بي بتضلع فاحص مليم احاطي وعارض طويل وإلا لو أريد الآن أنا أفصل للمشاهد الكريم ما ذكره العلماء الأعلام من أجيال كثيرة من علماء الإمامية رحمة الله عليهم، الفرق بين صحة الكتاب، صحة الحديث ثم صحة الحديث، صحة الصدور، ثم صحة المدح، والميزان، هذه أمور طويلة الذيل صحيح طويلة الذيل، أنت يكفيك الآن حتى خطأ شائع لدى علماء المذاهب الإسلامية الأخرى انطوت على كبار فحول أوضحها علماء الإمامية تجاه تلك المذاهب أن يظن الصحاح الستة أو الصحاح العشرة أو الصحيحين بينما المراد من صحيحين أو صحاح ستة أو صحاح عشرة ليست صحة الروايات التي في تلك الكتب حسب زعمي أصحابها الذين يقولون بصحتها ليس المراد صحة الروايات فيها مراد صحة الكتاب زين صحة الكتاب ما هو دوره في صحة الحديث هذا الشيء كيف نفكك بين صحة الطريق وصحة الكتاب قد الكتاب صحيح الطريق ليس صحيح ولا ينافي صحة الكتاب وقد المتن صحيح وين كان وقد الطريق صحيح والمتن غير صحيح في امور بحوث حيثيات متعدده في البين. ونعم التحدي قائم ان ياتينا احد هؤلاء المتشدقين بمتن من 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 متون كتبنا في التراث الحديثي يتناقض مع محكم من محكمات الكتاب ومحكمات السنه. السنه القطعيه للمعصومين ابدا. ما رغم انه ربما حتى بعض الاعلام ربما وجد حديثا ادعى نظريا انه هذا مثلا مناقضه وما شاء مع ذلك اجيب باجوبه من قبل بقيه الاعلام الباحثين المحققين بانه لا له له تخريج دلالي وله لطائف نكات في الدلاله يراد منهم شيء اخر صحيح. لاحظ اذا احنا اكبر ضابطه اكبر ميزان أكبر ضابط وأكبر ميزان يعطينا إياها الكتاب القرآن العزيز المجيد والحديث يعني الوحي أكبر ضابط يعطينا ماذا محكمات الكتاب ومحكمات ماذا سنة المعصوم لاحظ الآية التي مرت بنا في جلسات سابقة في سورة آل عمران أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ماذا؟ ام, أم الكتاب. الكتاب هن ام الكتاب اذا نظام الايات ليس على طبقه واحده، ليس على عرض واخره ماذا؟ متشابهات متشابهة هنا لاحظ الصوره الصوره التي يرسمها لنا القران الكريم مم. عن عن ايات الكتاب العزيز التي كلها حق صحيح. حق او لا؟ طبعا صحيح. كلها حق أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات مع أنه كلها منزلة من قبل الله لكن ليست في عرض واحد ماذا؟ هي طبقات صحيح هي طبقات بعضها محكم بعضها تحتاني مم. متشابه مم. هذا المحكم له أمومة أي مدارية مركزية إذا استمسكت أنت بالمحكم وضح عندك وارتفع وانقشع عنك اللبس والالتباس سواء التباس ما هو حق منه هو متشابه أو تحريف المبطنين صحيح أما إذا ألم الإنسان بالمحكم هو هذا هو العمدة أما إذا لم يلم بالمحكم هنا الضم إذا سماحة الشيخ أفهم من كلامكم أن هناك قصور في الفهم وهذا في استيعاب في استيعاب المادة وحتى المحكم. من الكتاب والحديث نعم. وحتى القرآن الكريم الذي هو محفوظ من قبل الله اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون هناك شبهات اليوم ترد فيه وهناك من العلماء من يرد هذه متشابهات الشبهات في نفس المصحف الشريف شبهات القرآن هذه يعني المتشابهات لا تنقش الا يعني؟ بالمحكم نعم احسن وبالرجول الراسخين في العلم حديثهم مم مم وكذلك في الحديث في متشابهات او, أو اذا محكمات الكتاب والحديث صحيح مدار لمن يلم به وميزان، لذلك اعظم ضابطه ما وافق الكتاب والسنه، وصنة. موافق الكتاب والسنه يعني محكمات الكتاب والسنه، مم. لكن هذه الضابطه وهذه الميزان لا يلم به المثقف او يلوم مم. به المنتسب للحوزه العلميه وان لبس هذا اللباس من صحيح. دون ان يطوي عمرا مم. طويلا مم. ليعرف تحت مباني يد, تحت ما يد اساتذه متعددين، متعدد... تحت يد اساتذه متعددين في مشارب مختلفه مم. نعم احسنتم طبعا نستكمل نستكمل هذه الفكره ان شاء الله بعد فاصل مشاهدينا فاصل ونعود اليكم فتابعونا حياكم الله مشاهدينا الكرام ورحب بكم من جديد ونحن في رحاب سماحه ايه الله الشيخ محمد سند نرحب به من جديد مرحبا بكم سماحه الشيخ حياكم الله كنا في المقطع الاول من هذه الحلقه سالناكم عن ان بعض الحداثويين قالوا ان الروايات مدسوس فيها ووجهوا اتهامات كبيره لكتب الروايات وكتب التفسير وهذا كما تفضلتم انه نابع من عدم فهم وقصور في نستكمل معكم هذه الفكره سماحة شيخ نعم اعظم ميزان اعظم ميزان ليس في دراسه الحديث فقط نعم بل في دراسه الايات اعظم ميزان لاحظ ما قاله لنا القران الكريم في سوره عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه منه كله منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب لماذا قال كل الآيات ليست هم أم الكتاب يعني بقية الآيات توزن تدرس تعير بمعيار معيار من المحكمات المحكمات المحكمة المحكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من دون أن يستمسكوا بالمحكمات أو ماذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة وما يعلم تأويلة إلا الله والراسخون والراسخون في يعني ماذا يدل القرآن الكريم يقول حتى متشابهات الآيات بمفردكم أنتم أيها البشر ليس بمقدرتكم أن تزنوا وترفعوا تشابهها برجوعكم للمحكمات صحيح. بمفردكم بل لا بد عليكم من الاستعانه بمن؟ بتاويل الله مم. الذي ياتي به على لسان نبيه ولسان اوصياء نبيه من اهل بيته ومن والراسخين يعني في العلم لهم النبي واهل بيته. اذا الميزان لدراسه الايات في الصور الميزان لدراسه الحديث هو الرجوع هل هو الرجوع إلى ماذا؟ هو الرجوع إلى محورية المحكمات محكمات. في الكتاب مجموع المحكمات في الكتاب والسنة بعضهم يقول ما هذا التهافت الكتاب يرجعنا للراسخون في العلم إلى الراسخين في العلم وحديث الراسخين في العلم من النبي وأهل بيته يرجعنا الكتاب فهل هذا الد... تهافت تدافع لا في الحقيقة محكمات الكتاب والحديث بنيان محوري أم. متشابهات الآيات متشابهات الحديث مجموعا تُعرض على مجموع محكمات الكتاب والحديث صح. وكما مر بنا بل ومحكمات بديهيات العقل ومحكمات الفطرة فنحن لدينا إذا ماذا؟ محكمات لأن العقل أيضا مدار ومحور أشاد به الكتاب وأشاد به الحديث الشريف أشاد الوحي به العقل فالعقل والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها أيوه. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الفطرة محور البديهيات في الفطرة لا التوهمات في الفطرة او الفطرة المنكوسة او الممسوخة او الملعوب فيها لا الفطرة السليمة السوية البديهية العقل البديهي لا التنظرات الملتبسة العقلية تلك لا الاستحسانات العقليه التضنيات العقليه تلك ندعها جانبا تلك متشابهات عقليه الفطر الممسوخه متشابهات فطريه ندعها جانبا ندع التشابه العقلي ندع التشابه الفطري ندع التشابه في الايات ندع التشابه في الحديث نستمسك بماذا بالمحكمات في الكتاب والحديث وبديهيات العقل وبديهيات الفطره هذا عمود عمود محوري محاوري نعم لكن لمن يلم بهذا المحور الذي لا يلم بهذا المحور تتلبد لديه الصوره اعظم ضابطه شوف لاحظ القران يقول حج دلاله الايات المتشابهه ميزان حجيتها بماذا؟ بالرجوع الى المحكمات والى الراسخين في العلم يعني محكمات الحديث صحيح بنص ايات سوره ال عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن مم. أم الكتاب أمومة مم. هذه الأمومة المحكمات يحتاج لها و... يحتاج لها من؟ يحتاج لها معلم مم. يحتاج لها مربي مم. يحتاج لها راعي تعليمي تربوي من هم؟ مم. وما يعلم تأويله في نفس الآية إلا الله والراس والبلاد وبلا شك الله هيمنته فوق المحكمة وإلا سقطنا في مثل هذه المطبات نعم إذا لاحظ دلالة الآيات التي هي دلالة ظنية معيار وميزان حجيتها بماذا؟ بمحكمات, بمحكمات القرآن والراسخين في العلم. مم. وتأويل الله وتأويل الراسخين في العلم. <applause> إذا هاي الدلالة الحديث المدار كل المدار فيه على السند فقط؟ لا ولو تم السند ولو تم الطريق ليس المدار كله على عليه الآن لأمثل مثالاً للأخوة المشاهدين لدينا قاعدة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أليس؟ نعم. من لم يقرأ سورة الحمد تبطل صلاته إذا مم. لم يقرأها عمداً أليس؟ وعندنا لا صلاة إلا بركوع أو لا صلاة إلا بطهور هل قراءة سورة الحمد في الركنية في الصلاة نعم. بمثابة ركنية الركوع؟ لا الركوع ركن قراءة سورة الحمد ليست ركن لو نسيها عجز عنها قصر عنها ما شابه ذلك لا تسقط الصلاة صحيح. ولا تفسد الصلاة لما؟ لأن الطهور والركوع والوقت والسجود هل مجرد هذه أركان ثم هذه الأركان هل هي على مستوى واحد؟ لا القبلة ركن لكن الاستقبال والقبلة ركن لكن أي درجة من الاستقبال ركن ركن حصة خاصة من بعبارة أخرى الأركان أيضا طبقات المحكمات أوه. طبقات نعم السورة سورة الحمد جزء من الصلاة قراءة سورة أخرى جزء من الصلاة التشهد جزء من الصلاة أوه. لا ينكر ذلك صحيح. له دور في الصلاة لكن لندرس يعني. لندرس دوره كم هو أوه. لماذا ندرس دوره كم هو لأن لابد تألف الشيء من أشياء ندرس ما هي الأعمدة فيه الآن لو فضلنا نريد أن نبني بناية هل يكفي أن نعرف أجزاء هذه البناية من دون أن نعرف ما هي الأعمدة والأسس وما هي غير الأعمدة والأسس لماذا يجب علينا أن نكون لدينا علم مائز بين الأسس والأعمدة وبين الجدران غير الأسس لماذا في علم الهندسة في علم البناء لماذا الأعمدة دورها دور آخر، نعم. الجدران دورها دور آخر، مم. اللبنات دورها دور آخر، الأبواب دورها دور آخر، مم. كلٌ له دور خاص. الآن في حجية الحديث هذه الأزمة الموجودة الآن في الثقافة المنتشرة حتى من المنتسبين للحوزة العلمية، بعض من ينتسب للحوزة العلمية. ازمه في الثقافه في الوعي العلمي في ماذا؟ ما هو دور الطريق في حجيه الحديث؟ ما هو دور المتن في حجيه الطريق؟ كل له دور. ما هو دور الدلاله؟ ما هو دور جهه الصدور؟ ما هو دور صحه الكتاب؟ حيثيات خمس ست سبع دخيله في حجيه الحديث. نعم ليست ليست حيثيه واحده هذه الحيثيات المتعدده الدخيله في حجيه الحديث هل هي على مستوى عرضي واحد او مستويات او ادوار بعضها الركن بعضها ليس بركن وان كان دور له دور صحه الكتاب عند علماء اصول الفقه عند الفقهاء عند علماء الحديث عند العلماء مو الجهلاء عند العلماء صحه الكتاب اعظم دورا من صحه الطريق لماذا لماذا صحه الكتاب وما معنى صحه الكتاب وانا كل ثقه واطمئنان وجزم ويقين هؤلاء لا يعرفون ما التفرقه بين صحه الكتاب وصحه الطريق اقسم صادقا انهم لا يعون معنى فالفرق بين صحه الكتاب وصحه الطريق فضلا عن معاني الصحه الاخرى التي لم, لم يسمعوها من استاذ معلم قوي يتتلمذون عليه صحيح هناك اساطين في الحوزات العلميه شهدناهم وادركناهم زرافات عظيمه من العلماء في كل حد بنوصو في مشارب مدرسيه كثيره تواضعنا وذهبنا ويجب علينا ان نتواضع وذهبنا سنين نلتهم العلم من عنده. من عنده من عندهم كي نعي هالابجديات صحة الكتاب لها دور دخيل كبير جدا فائق على صحة الطريق يعني اشبه بالعمود هي نعم عمود البيت عمود نعم عمود البيت اذا تهدم العمود يتهدم كل وما الفائده تاتيني بكتاب لا يوثق به وان كان الطريق فيه صحيح صحيح ما ليس فيه ربما هذا مزوق ربما هذا مدلس ربما هذا مشتبه فيه النساخ اه صحة الطريق غير صحة الكتاب اصل صحة الستة بدعوى اهل السنة الخلافة والجماعة والسلطان مرادهم من صحة وان كان هذا خفي على الذهبي وخفي على كثيرين ربما صحة الكتاب ليس معنى صحة الطرق وليس اهمية صحة الكتاب بمستوى يتنزل الى صحة الطرق صحة الطريق دون في ذلك ثم صحه الماتن صحه الماتن يا الله انظر كيف التفاوت بين صحه الكتاب وصحه الطريق صحه الطريق طيب. تحتانيه دونيه صح. صحه الكتاب فوقيه صحه الماتن فوق اكثر فاكثر حتى من صحه ال... من صحه الكتاب. الكتاب وما يغنيني صحه كتاب او صحه الطريق والمتنو غير منسجم مع محكمات الكتاب والحديث لذلك أعظم 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 ضابط وميزان في حجية الحديث والتراث ودلالة حتى الآيات ما هو صحة الحديث في صحة الحديث في صحة مم. أعظم شيء في صحة الحديث ليس صحة الطريق يقول لك هذا القائل الذي يقول أكثر كتاب فلان ليس بالصحيح ما يف... لا ي... لا يعي ولا يعقل نعم. معانى الصحة مم. القصور ولذلك حدث له هذا اللي نعم الازمه في فهم, فهم هؤلاء نعم وليس مو سهم. الازمه في التراث الحديثي صحيح يعني من العار والخزي انتساب هؤلاء الى إن الحوزات العلميه واقعا يعني ولكن بعض الفضائيات اين الرجال قحط الرجال نحن في زمن قحط الرجال كي يتصدى مثل هؤلاء الذين لا, لا يعون مثل هذه الابجديات واقعا صحيح فحول موجوده في الحوزه مم. لما مكممة الافواه مم. أسود العلم موجودين بحمد الله فالمقصود هذا المطلب أن صحة المات أعظم من صحة الكتاب ثم صحيح. صحة الكتاب ثم تأتي في دور مثل دور سورة الفاتحة الآن في الصلاة جزء من الصلاة لا صلاة إلا بعد كذا، لكن هل هذا دور ركني لا لا يفتي فقيه من الفقهاء من علماء الإمامية أن سورة الفاتحة لها دور ركني دور ركني للأركان صحيح. ركوع وسجود و... اللي تبطل الصلاه نعم تبطل الصلاه ب... بفقدها, بفقدها سهوا يعني. عمدا جهلا صحيح. اضطرارا تبطل الصلاه بذلك م -م. ثم هذه الاركان لها طبقات صحيح لا يكفينا معرفه الاركان يلا تعال ما... هل يعون هؤلاء المتشدقون بهالكلمات م -م. يعون هل... هل المباحث ها هذه المباحث موجوده عند العلماء الاعلام عند اسود الحوزه فحول الحوزه في الكتب لكن هؤلاء <applause> لم يتنمروا في العلم مشكلتهم هذه صحيح المقصود عليه حال ما اوضحه العلماء الاعلام قدس صلى الله وسلم وحفظ الباقين منهم هذا المطلب حتى الأركان كان لها طبقات حجيه الحديث صحه الحديث اي شيء ركني في صحه الحديث لذلك أكثر المتأخرين قالوا صحة الطريق ليس هي الميزان الوحيد لصحة الحديث صحة الحديث عند القدماء وعند غير القدماء تتداخل تؤثر فيها تسبب فيها عوامل عديدة بعضها ركن بعضها غير ركن ثم الأركان في التأثير في صحة الحديث طبقات في الركنية ليس طبقة واحدة الآن افترض أعمدة في بناء هل يكفي للمهندس أن يعرف أعمدة البناية أو لابد أن يعرف أهم الأعمدة عمادية كيف يبنى العمود مثلا تفترض إذا تريد تبني لك من باب مثال هندسي أقرب الفكرة صحيح الأمثال تقرب نعم يعني. الآن لو تريد تبني فندق من ستين طابق هل تبني أسسه كما لو تبني بناية من طابق, طابق ثلاثة يعني. طبع. طبعا لا تكون ضاربة في الجذور في عمقا في الامر نعم <applause> ثم كيفيه توازن هذه الاعمده والاسس هناك ما هو عمود الاعمده شو اذا حتى الاركان له هكذا في حجيه الحديث عمود اعمده حجيه صحيح. الحديث حجيه موافقه متن الحديث دراسه متن الحديث مضمون الحديث مطابقته مع منظومه الكتاب محكمات الكتاب والحديث وقطعيات الحديث هذا هو الركن الركين ياتي بعد ذلك صحه الكتاب في المرتبه الاخرى تاتي بعد ذلك صحه الطريق في المرتبه مم. الاخرى تعال بك ومع هذا القائل الذي يظن ان صحه الطريق هي الركن الركين مم. أي ازمه ازمه علميه مم. كارثه علميه في فهم مثل هؤلاء مم. فالأزمة ليس في التراث نحن علماء في تراث الحديث عند الإمامية في مذهب أهل البيت أربعة قرون قرابة ثلاث قرون وربع كان علماء وروات الإمامية يعرضون تراث الحديث على المعصومين نعم هذا الذي يشكك في عصمة المعصومين فليفصح عن نفسه وعن عقيدة أنه لا يؤمن بعصمة الأئمة هذا بحث آخر اما اذا امنت ان الادله العقليه والبرهانيه والقرانيه والحديثيه والاسلاميه تدل على عصمه الائمه الاثني عشر. امنت بذلك بالله عليك تراث حديثي مكتوب في ظل ائمه عاشوا بين بين يدي البشر ثلاث قرون وربع يعني قرابه من الاربعه قرون الا شيء. عرض عليهم الحديث نحن لم يمنع الحديث كأهل السنه، اهل السنه الجماعه والخلافه. بامر من السقيفه او خلفاء السقيفه، لا. احنا بامر من النبي وعلي دون الحديث. ولم يحرق. نعم، ثم عرض الحديث مره بعد اخرى، مره بعد اخرى، جيلا بعد جيل. اجيال طبقات من الاجيال عرضت الحديث على من؟ على معصوم. ان كنت تشكك في عصبه المعصوم، افصح عن نيتك. احسنت. قل لا اؤمن بعصمه المعصومين هذا بحث اخر اذا بحثك ليس في التراث اما تشكك في عصمه المعصومين في, نعم. في امامه الائمه م -م. هذا بحث اخر لذلك العلامه الطباطبائي ذكرت هذا المطلب العلامه الطباطبائي رحمه الله عليه في الميزان يقول من يشكك في الحديث هذا لحق بالعامه في الآية في سورة البقرة الآية 220 يستطيع المشاهدين أن يراجعوها في بحث روائي في الميزان في كتاب تفسير الميزان يقول الذي يشكك في هذه الروايات بالدقة ليس شكه في الروايات لحق بالعامة وانتسب للتشيع ليس من من الشيعة أنت إذا آمنت بأن هناك أئمة 12 عليهم براهين كذا هذا التراث كله دون في زمنهم عرض مرات كرات عليهم علي اذا شكك في شيء اخر نعم كما هو القران العظيم فيه متشابهات من يتبع المتشابهات يزيغ يفتتن هذا صحيح هذا كله وحي، لكن الوحي ان لم تستمسك في الوحي بالثقلين يعني بالمحكمات وبالراسخين في العلم تزيغ انت ولو اتبعت الوحي الم يمر علينا في سوره ال عمران فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا؟ يتبعون اسرائيليات لا يتبعون حداث السلفيات الوهابيات لا يتبعون الماديات لا يتبعون التفلسفيات البشريه القاصره لا يتبعون ما تشابه منه مما انزل لكن لانهم اتبعوا ما تشابه وتركوا المحكمات وتركوا الراسخين في العلم مثل زاغوا فتنوا وهدمت صوامع نعم صدمت صر صوامع فنحن عندما نقول التراث الحديثي عرض على أئمة أهل البيت مرات كرت لا يعني ذلك أنه كله على طبقة واحدة لا يعني أن ذلك لا يح... لكن يحتاج دراسة علمية في الماتن صحيح تنقيح الفهم مم. لا تنقيح التراث, التراث. تنقيح فهمنا مم. للتراث مم. صحيح مو متنق... تراث اي عيب فيه؟ القران فيه عيب ام العيب في الفهم؟ نعم. انتبهت شلون؟ انظر سوره الآيات عمران ماذا تقول؟ حركه تصحيحيه في الفهم. احسنت. فهم هؤلاء تضلعهم بالمحكمات تراث نقي جرت عليه اجيال اعمار. نعم. عمالقه م -م. جيلا بعد جيل في علماء الاماميه. بالتشدد في في الحديث وفي السند وفي المتن مم. وما شابه ذلك احسنتم اغا من باب مثال نعم ربما بعض عصره المحقق الطهراني اغا بزوق عمره ثمانين سنه سبعين سنه قضاه في التدقيق في النسخ والكتب ايوه رجال من اسود الحوزه مم. وكثير زرافات وكثر من هؤلاء الاسود والفحول يأتينا من لم يلم بعلم الترجمة وعلم الكتب وعلم الحديث وعلم الرجال ويذكر جهالات الصعبة هذه في الساحة الثقافية والساحة العلمية هذه أزمة أزمة في هذه في الجهالات أحسنتم لا في التراث أحسنتم, أحسنتم. إذا سماحة الشيخ لابد من معرفة التفقه في الدين في البداية ومعرفة المباني الأصولية ودراسة المصطلحات ومعرفة صحة الكتاب وصحة الطريق وصحة المت لأنه أعظم ضابط في التراث من العلم كما تفضلت والازدياد من المستوى العلمي مو ازدياد نداء أن الإنسان يزداد من نمير العين الأزمة في في هذا الجانب مو الأزمة في التراث نعم كما القرآن يقول في القرآن ليس الأزمة في القرآن الأزمة في ما في من يريد أن يفهم القرآن صحيح في الفهم الأزمة. أحسنتم. هي على. ويجب أن يلتفت هؤلاء مم. أن بعض الفضائيات تعول على أقوالهم من أجل ضرب الدين. والله عولت, ولذلك أو, أو, عولت أو تولت أو شولت نعم. الكلام. من منذ السقيفة الأزمة مم. هي في في. في تنقيح في الفهم. في الفهم هاي. في الفهم نعم. ترك الثقلين مم. فتنة كما نعم. قال القرآن. نعم. كما قال. في سورة آل عمران. ترك الثقلين. نعم. الراسخين في العلم. نعم. والمحكمات. أحسنتم. شكرا لكم سماح الشيخ وصلنا الله. إلى ختام هذه الحلقة الله. لا يسعني إلا أتقدم لكم بشكر الجزيل والمشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة فحتى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم حياكم سماح الشيخ